ورحمة الله وبركاته. أعزائي المشاهدين، قبل أن نبدأ تفاصيل هذا الفيديو، أتمنى منكم وضع اللايك والاشتراك في القناة، وشكرا لكل ما يدعمني بقناتي. تلقى المدرب السابق، طبعا الكل عارف من هو، جمال بالماضي، مؤخرا عرضا مفاجئا من الاتحادية التنزانية لكرة القدم، واتضح أن العرض المالي كان ضئيلا بالمقارنة مع ما كان يتقضاه بطل إفريقيا لعام 2019 عندما كان يشرف على المنتخب الوطني الجزائري. وبعد خروج تنزانيا من دور المجموعة في كأس إفريقيا 2024 بالكوديفوار، قرر الاتحاد التنزاني الانفصال عن مدربه الجزائري عادل عمروش، حيث رأس الاتحاد التنزاني لكرة القدم جمال بالماضي المدرب السابق للمنتخب الوطني الجزائري وعرض عليه تدريب المنتخب التنزاني. ظهر جمال بالماضي الذي حقق إنجازات طبعا كانت مع المنتخب الوطني الجزائري سريعا كمرشح محتمل للاتحاد التنزاني، وقد اتصل قادة الاتحاد التنزاني بوكيل مدرب الجزائر للحصول على رأيه في إمكانية تدريب المنتخب الوطني التنزاني. ومع ذلك كان العرض المالي الذي قدمته تنزانيا طبعا كانت حوالي 25,000 يورو شهريا، يمثل 9 مرات أقل من الراتب الذي كان يتقضاه المدرب الجزائري اللي هو جمال بالماضي في الجزائر. ما رأيكم أنتم أخوان وأخوات؟ أتمنى منكم وضع اللايك والاشتراك في القناة فضلا وليس أمرا، وانتظركم تعليقاتكم تحت هذا الفيديو، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.